احتفلت كنائس المملكة يوم الأحد الماضي بعيد الشعانين بحضور جموع المؤمنين من أبناء مختلف الرعايا. ففي كاتدرائية دخول السيد إلى الهيكل الصوفية ترأس سيادة المطران خريستوفورس عطلة مطران الأردن للروم الأرثوذكس خدمة القداس الإلهي بمناسبة أحد الشعانين بحضور عدد من الآباء الكهنة وجمع كبير من المؤمنين. وفي عظة القداس خاطب سيادته المؤمنين بأننا اليوم مدعوون للصعود مع السيد المسيح إلى أورشليم، وهو ماض نحو الجرجلة ليعلق على خشبة من أجل خلاصنا، والكنيسة اليوم تدعونا لنحيا مع المسيح أبديا. ثم تضرع ليرفع الله عن أشقائنا في الأرض المقدسة وغزة والعالم أجمع كل اضطهاد وضيق وشدة، وأن يحفظ الله أردننا الغالي وجلالة ملكنا المفدى. التلاميذ كانوا يحكوا له: ليش يا رب أنت رايح للقدس وأنت عارف أنك هناك رح تموت؟ خلينا ما نروح للقدس، خليك ابقى هون في عبر الأردن، لأنه المسيح هون كان لما تخبر بأنه إليعازر مريض. شوفوا بلادنا يا أبنائي، بلادنا بلاد مقدسة، ما تستهينوا بهذا الشيء. أنتوا بنات وأولاد هاي البلاد المقدسة، المسيح هون كان عندنا في الأردن، كان في المدن والقرى اللي كانت عندنا هون كان موجود، لأنه من كل قرى والمدن هناك اضطهد منها، وعشان هيك كان يجي لعبر الأردن. هون كان يستريح، هون كان يوعظ، هون عمل كثير وعديد من العجائب. انتوا أبناء بلاد مقدسة، والعناية الإلهية شاءت إنكم تكونوا في هاي البلاد، ما تستهينوا بهذا الشيء. كما احتفلت كنيسة العذراء الناصرية الصوفية بعيد الشعانين، وهو اليوم الذي نتذكر فيه دخول السيد المسيح إلى القدس كملك واستقباله من الجموع بسعف النخيل وأغصان الزيتون صارخين: هوشعنا مبارك الآتي باسم الرب، حيث بدأ الاحتفال بالدورة التقليدية في ساحة الكنيسة بمشاركة أبناء الرعية. ثم توجه الجميع إلى الكنيسة لحضور القداس الاحتفالي الذي ترأسه قدس الأب حنا كلداني راعي الكنيسة. وفي عظة القداس الذي حضره عدد من الآباء الكهنة وحشد كبير من المؤمنين، دعا راعي الكنيسة المصلين إلى عيش هذا الأسبوع المقدس بمغفرة وتواضع وصلاة، وأن نبقى دائما حول المسيح ومع أمنا العذراء وبقية الرسل، سائلا الرب أن يقبل صلواتنا وأن يحفظ أردننا الغالي من كل سوء. إن المسيح مع أنه في صورة الله، أي مساوي للآب في الجوهر، الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين، لم يعد مساواة لله غنيمة، مساواة لله الآب والروح القدس، لأنه الثلاثة واحد، ولكن هذا المساوي لله في الجوهر الذي هو كلمة الله صار بشرا متخذا صورة العبد. صورة العبد وين واردة؟ أيضا في أشعيا، شوف الرب عن النبوآت، وصار على مثال البشر وظهر بمظهر الإنسان، فوضع نفسه، هو وضع نفسه حتى يكفر عنا خطايانا، وأطاع حتى الموت، الموت على الصليب، لذلك رفعه الله ووهب له الاسم الذي يفوق جميع الأسماء، لكي ما تجثو الاسم يسوع كل ركبة في السماء وفي الأرض وفي الجحيم، ونحن في الأرض نجثو اليوم أمام يسوع كلمة الله الذي صار بشراً، الذي تنبأ به أشعيا وغيره من الأنبياء وتألم من أجل خلاصنا. وبمناسبة أحد الشعانين ترأس المطران الياس الدبعي المدبر البطريركي للروم الكاثوليك في الأردن قداسا إلهيا بمعاونة الأرشمندريت بسام شحاتيت والأب عماد الطوال والشماس مهند سهاونة وبصحبة جوقة المطرانية. وفي عظة القداس الذي حضره عدد كبير من المؤمنين،
تحدث المطران الدبعي عن المعنى الروحي للشعانين وضرورة تطبيقه في حياة المؤمن. وبعد القداس خرج الجميع إلى باحة الكنيسة في موكب بهيج على وقع معزوفات فرقة الكشافة وبرفقة الأطفال الذين كانوا يحملون أغصان الزيتون وسعف النخيل، وقاموا في دورة بالشوارع المحيطة بدار المطرانية في أم السماق وهم يرنمون بفرح وسرور هوشعنا في العالي. كما احتفلت رعية كاتدرائية مار أفرام للسريان الأرثوذكس في الأردن بأحد الشعانين، وذلك خلال القداس الذي أقيم في الكاتدرائية. وقد ترأس القداس الأب بنيامين شمعون كاهن الرعية، وعاونه الأب فاد الشماني مدبر دير القديس مار يوحنا، وحضور حشد كبير من أبناء الرعية السريانية الذين حملوا داخل الكنيسة أغصان الزيتون وسعف النخيل، فرحين ومسرورين بهذه المناسبة الإيمانية. وفي عجلون احتفلت رعية القديس بولس الرسول بعيد أحد الشعانين، حيث ترأس القداس الأب جهاد شويحات القائم بأعمال النائب البطريركي للاتين في الأردن. مندوبتنا في الشمال نيفين حداد حضرت الاحتفال وأعدت التقرير التالي. هوشعنا في الأعالي مبارك الآتي باسم الرب. أغصان الزيتون وسعف النخيل زينت كنيسة القديس بولس الرسول في عجلون لنستقبل فيها دخول سيد المجد لأورشليم. وكباقي الكنائس بوطننا الحبيب احتفلت كنيسة القديس بولس الرسول بعجلون بالقداس الاحتفالي لأحد الشعانين. ترأس الخدمة الأب جهاد شويحات النائب البطريركي في الأردن جزيل الاحترام، وساعدوا بالخدمة الأبونا صقر حجازين كاهن الرعية إضافة لخدام الهيكل. أحد الشعانين هو دخول الرب لأورشليم لكي يصلب ويدوس الموت وينتصر عليه، وليعلن لكل البشرية إنه سيد الحياة والموت. وبقيامته المجيدة نعلن قيامة أجسادنا وأرواحنا من الموت والخطيئة بيسوع المسيح، وهذا هو الإيمان المطلق. بدأت الخدمة الاحتفالية بقراءة لأناجيل الآلام، ومن بعدها تم القداس الإلهي. وبعثت الأبونا شويحات اللي ركزت على عدة جوانب، منها إنه الأعياد هي تجديد تاريخ وحياة بقلوبنا وعواطفنا وذاكرتنا وإرادتنا. فأحد الشعانين هو من أهم الأعياد والصلوات، وإنه السيد المسيح جاء لخلاص كل نفس. فكل شخص منا هو من أتباع وأشباه السيد المسيح، لازم نكون على صورته ومثاله بالاحتمال الصبر والهلاك. وبنهاية العظة طلب من الجميع إنه نشارك بشكل تفاعلي بأسبوع الآلام، ومش بس كمتفرجين. كنيسة القديس بولس انتهت قبل فترة من أعمال الترميم والصيانة ليكون عيد أحد الشعانين هو أول قداس داخل الكنيسة. وبعد القداس الكل توجه لساحة الكنيسة للدورة الاحتفالية. الأبونا جهاد من الكهنة اللي خدموا الكنيسة هاي تحديداً ولمدة 10 سنوات، ليرجع اليوم بين أهله وناسه وترجع معه ذكريات الزمن الجميل. وكمية السعادة بشوفت الأبونا شويحات كانت الدليل الواضح على وجه كل شخص سلم عليه. هذا الأسبوع المقدس، الأسبوع اللي نحتفل فيه بآلام المسيح ونتحد مع المسيح بآلامه حتى نصل معه إلى مجد القيامة ونكون أبناء للقيامة. في هذا الأسبوع أيضا منصلي ونتحد في الصلاة لأجل نية السلام، لأجل السلام في العالم ولأجل السلام أيضا في أرض السلام اللي يعني لم ترى السلام في يوم من الأيام. ومنصلي بالأخص من أجل منطقة غزة اللي فيها الحروب والإبادة والقتلى والجرحى والشهداء. منصلي لأجل العائلات ولأجل المشردين لأجل الجميع. وصلاتنا في هذا الأسبوع بحسب التقويم الشرقي في جميع
أماكن ومحافظات الأردن والصلاة معا في هذا الأسبوع المقدس اللي نتمنى أن يكون أيام مباركة وأيام سلام وأيام خير ونعمة على الأردن وعلى الجميع وعلى العائلة الهاشمية. هوشعنا معناها خلص أو خلصنا، فهالكلمة دعوة من الشعب بطلب فيها من الملك والإله بأنه يخلصه، فيا رب خلصنا من كل ضيق وشدة. فالأسبوع المقدس هو آخر أيام الزمن الأربعيني، هو زمن التهيئ للفصح بكل أعمال وطرق التوبة. من عجلون لقناة نورسات، نيفين حداد.